بذكرك لنقطة الجهات الحكومية والتوجيهات في مملكة البحرين، أعتقد كان لنا حصة قوية بالتعاون الاستراتيجي مع معهد الدراسات المصرفية البحريني، والذي يأتي ضمن توجيهات رسمية بالتوجه نحو نشر الوعي بمخاطرة الأسواق المالية العالمية وكيفية التعامل فيها. بهذا الإطار الرسمي أو التوجهات الرسمية، ما هي التوجهات المستقبلية خلينا نقول لهذا النوع من التداولات ولكيفية التدريب إجمالا؟ والله البحرين بدناها من فترة ليست بالقصير، صار لها فترة طويلة كان عندنا برنامج مثلا تريد كويست، هاي برنامج معني بتدريب الطلبة في المستوى الثانوي، نعطيهم أساسيات التداول في أسواق المال، أسواق العالمية، فكانتها بديناها فيها. فين حاليا بعد عندنا في برامج مبنية من معهد دراسات المصرفية وبورصة البحرين متخصصة في إدارة المخاطر والتداول بأسواق المال وإدارة المحافظ، وعند طبعا جزء كبير من البرامج مدعومه من جهات شبه حكوميه مثل التمكين عندنا في البحرين، توفر الرعايه لجميع الطلبه البحرينيين في المجال ده، طلبه او المهتم بالموضوع بشكل عام. جميل جدا. طيب النقطه هون احنا بنعتمد على الاستاذ محمد فولاد كعماد للعلاقه التي كانت مع معهد الدراسات المصرفيه البحريني طبعا، وننتظر المزيد من المشاريع التعاونية المستقبلية التي تخدم المتداول العربي والتي تخدم زيادة الوعي والثقافة المالية في ما يتعلق بالمشتقات المالية وتداول العقود مقابل الفروقات والعقود المستقبلية وما إلى ذلك. ما هي مجموعة الأدوات التي سوف نستخدمها معا في هذا التعاون، وما هي المبادرات التي سيتم تقدير أنها من طرفك كمحلل مالي؟ الحمد لله بدأنا بدأت العلاقة بالسنة اللي فاتت مع معهد دراسات المصرفية والمالية، بدنا نخصص دورات وندوات تعريفية بخصوص أسواق المال واستراتيجيات التداول وبشكل عام منتجات المالية كلها. طبعا هذه كانت البداية، وإحنا عندنا أشياء جديدة إن شاء الله بنقوم بها مثل فيديوهات تعليمية وربط علاقات مع الجهات مختصة بالمجال ومهتمة بالمجال من ناحية مؤسسات أو أفراد، لنقوم بأشياء أكبر وأقوى ونكون أقرب للمتداول في البحرين، وإن شاء الله نبتدي من البحرين ونروح طبعا الخليج كلها تحت مظلات إن شاء الله تكون يعني. أشكرك جزيل الشكر سيد محمد على تواجدك معنا. طبعا الأستاذ محمد راح يكون متواجد معنا في مجموعة من الخدمات التي سوف تنطلق، وهي أولها مجموعة من الفيديوهات التدريبية والتعليمية التي تختص بنشر الوعي والثقافة المالية في المنطقة. سوف يكون هناك مجموعة من الفيديوهات وأيضا المحاضرات سواء كانت ورشات العمل أو المحاضرات الإلكترونية بالتعاون مع الأستاذ محمد فولاد، تماشيا مع النهج الذي تعتمده مجموعة إكويتي، وهو تدريب وتمكين وتعليم المتداول العربي قبل دخوله في هذه الأسواق التي صفتها الرئيسية هي المخاطرة العالية، ووراء المخاطرة العالية هناك الأرباح. طبعا كل ما في الأمر هو عملية إدارة المخاطرة بشكل الصحيح وجمع المعلومات الكافية. أشكر لكم المتابعة ونراكم في مزيد من الفيديوهات من مجموعة إكويتي.